اليوم تم زيارة قاعة الشهيد محمد علاء، وذلك لافتتاح بناية المهمات الأرضية. والمهمات الأرضية هي عصب حقيقة عمل في القوة الجوية، والحمد لله البناء البنية التحتية للقواعد وفي نفس الوقت في العمليات هي مواكبة كخطوط متوازية، ونحرص على أنه يكون المهام بأعلى درجة من الدقة. حقيقة انتقلنا بعدها إلى قاعة بلد الجوية، و أيضا أنه تم توزيع الجوائز على المتميزين العاملين ضمن هذه القاعدة، وهذه تأتي من حرص من السيد قائد القاعدة حقيقة، ونزولا إلى كافة الضباط المنتسبين في العمل اليومي لغرض رفع القدرة القتالية لهذه القاعدة لمقاتلة داعش وفلولها. ومن ثم تم زيارة سرب 202 التدريبية للتعرف على واقع حال التدريب وأساس حقيقة الصنوف جميعا المؤسسات التدريبية، رفع من مستوى وقدرات وتلبية متطلبات المؤسسات التدريبية الخاصة في قيادة القوة الجوية، وأذكرهم كلية القوة الجوية، المركز المهني وجناح الدورات. المؤسسات هذه هي العمود الفقري لتموين الأسراب العاملة في القوة الجوية بالضباط الطيارين ومختلف الصنوف الآخرين. الحقيقة من هذا المكان احنا سعيدين اليوم وجدنا القائمين على هذه المؤسسات التدريبية من خلال سرب 202 كلية القوة الجوية، كانوا في مستوى العالي جدا من الدراية والمهنية لإداء مهمتهم بصورة صحيحة بتخريج الضباط الطيارين من خلال هذا السرب الممتاز الحقيقة في أساليب التعليمية الإلكترونية الحديثة اللي تقوم بها على أساس كل الأكاديميات العالمية. لذا احنا اليوم فرحين جدا أنه قد وصلنا إلى ما مخطط إلى العام 21، تقريبا وصلنا إلى 100% من رفع مستوى القاعدة المادية للقواعد الجوية كافة، ومن ضمنهم كلية القوة الجوية وكذلك قاعدة بلد الجوية. نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله نعلن عام 22 عام التدريب، من ثم لأن التدريب هو المؤسسة الحقيقة والأساليب الحديثة اللي هي ترفع من الكفاءة ما تؤدي إلى خسائرنا بالمعركة.